السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. مطور جوجل يطرقون نسخة مهرجان 2015 بموريتانيا وسط حضور عدد من الفاعلين التقنيين بالبلد. انطلاق النسخة العاشرة من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير بمشاركة 60 فيلما بعضها يشارك من 8 دول. وفي الرياضة تتابعون، منتخب المرابطون المحليون يواجه نظيره المالي في مباراة الإياب مساء اليوم بالملعب الأولمبي ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2016. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. انطلقت بالعاصمة نواكشوط أعمال نسخة مهرجان 2015 لمطوري جوجل، ويهدف المهرجان إلى خلق التواصل بين الفاعلين التقنيين وكذا محاولة إقناع الجهات الرسمية بإدخال التطبيقات على تعاملاتها. انطلاقة المهرجان التي جرت بالغرفة التجارية في نواكشوط حضرها عدد من المسؤولين والمهتمين بتطوير تطبيقات جوجل. عدي وليعقوب منظم حدث دفست في نواكشوط 2015. الحدث هو عبارة عن يوم يتم فيه شمل المبرمجين هنا في نواكشوط للتباحث وللتدارس وللتكوين حول تقنيات العامة وخصوصا تقنيات جوجل. هذا الحدث منظم من طرف مجموعة مطوري جوجل، هو برنامج مدعوم من شركة جوجل العملاقة، ويهدف هذا البرنامج لتعليم الموريتانيين وتكوينهم على تقنيات جوجل الحديثة. انطلقت بالعاصمة نواكشوط النسخة العاشرة من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير الذي تنظمه دار السينمائيين الموريتانيين. هذا وستتضمن نسخة هذا العام 50 فيلما من بينها مشاركات من 8 دول، كما ستنظم على هامشه 6 دورات تكوين و3 ندوات. وقد عرضت خلال الأمسية الأولى من المهرجان بعض الأفلام الوطنية من بينها فيلم تيتا بائعة النعناع لمخرجه سالم دندو. تيتا بعد العرض صراحة قبل منه وقت كبير في إعادة الكتابة من جديد وإعادة المونتاج وضبط الأشياء، إلا أنه يبدو لي ظاهر لأنه كل شيء الجمهور بعد ما كاملوا شاهدوا بنهم، معناها حسيت بأن أن الكم اللي انتقص به الجمهور من بداية العرض إلى نهايته ما هو ياسر، حتى الناس تمت لا مشدودة تخلصوا، وهذا دليل أنه إما فراغ عند الناس ما عندها شيء تشاهده، والله فم تشويق في الفيلم. عادة هذا يعود على أن ينعود الفيلم الجمهور ما مل منه ثم لا يخلصوا على أنه شدوا. تحتضن العاصمة نواكشوط هذه الأيام ملتقا إفريقيا يبحث مساهمة المجتمعات المحلية في ترسيخ وحدة القارة، ويشارك في الملتقى ممثلون عن معظم بلدان شمال القارة الإفريقية، ويناقش مواضيع تتعلق بالتنمية المحلية واللامركزية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. ملتقى بنواكشوط يبحث مساهمة التجمعات المحلية في ترسيخ وحدة إفريقيا، تشرف عليه رابطة العمد الموريتانيين ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية واللجنة الأوروبية. الملتقى الذي يحضره ممثلون عن العديد من دول القارة يناقش دور المجتمعات المحلية في رفع التحديات التي تواجهها البلدان الإفريقية في مجال الخدمات الأساسية والظروف المعيشية للسكان. السعي إلى تعزيز منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا بحيث تلعب سلطاتها المحلية دورا فعالا في مجال خدمات الإدارة العمومية. وزير الداخلية الموريتاني تحدث عن إنجازات بلاده في سبيل ترسيخ اللامركزية وتدعيم الحكامة والتنمية التشاركية على المستوى المحلي عبر إجراءات وخطوات، من بينها إنشاء الصندوق الجهوي للتنمية المحلية المخصص لهذا الغرض.
وقد تم تجسيد هذه الأولوية عن طريق توقيع الحكومة على إعلان سياسة اللامركزية والتنمية المحلية، وهي التي تم عن طريقها تدعيم صندوق الجهوي للتنمية الذي يعتبر الركيزة الرئيسية لتمويل الجماعات المحلية. ويدوم المؤتمر 5 أيام من 22 وحتى 26 من الشهر الجاري، ويأتي قبيل الموعد المحدد لعقد مؤتمر قمة المدن الإفريقية. رحبت أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني بما سمتها الإرادة، التي قالت إن التصريحات الأخيرة للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عكستها بشأن الحوار السياسي. وعبرت الأغلبية في بيان صادر عنها عن استعدادها المبدئي والدائم للحوار باعتباره الطريق الأمثل للتعاطي مع الشأن السياسي الوطني. قال الرئيس الموريتاني الأسبق علي والمحمد فال إن موريتانيا تعيش تأزما سياسيا مستمرا بفعل ما قال إنها سياسات النظام الحالي. وانتقد والمحمد فال في مقابلة مع صحيفة لكوتيديان السنغالية، انتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية التي قال إن البلاد تمر بها. نظمت الهبة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني وقفة احتجاج يوم أمس أمام مقر الأمم المتحدة بنواكشوط تضامنا مع الشعب الفلسطيني إزاء العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له. وندد المحتجون بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، كما استنكروا محاولات الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. نتابع تفاصيل أوفاض من التقرير التالي. العشرات يحتشدون أمام مقر الأمم المتحدة بنواكشوط تضامنا مع الشعب الفلسطيني إزاء العدوان الذي يتعرض له على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية. وتأتي هذه الوقفة بدعوة من مبادرة الهبة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني لتوصيل رسالة تضامنية وقع عليها رؤساء أحزاب وصحفيون وناشطون في المجتمع المدني وحقوقيون، وذلك من أجل توصيل صوت الاحتجاج على ما يقوم به جنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. نظرا للظلم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد على 67 عاما من قهر وتعسف وقتل بدم بارد واعتقال لأبناء الشعب الفلسطيني، فإننا نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الموقعون. والسلام عليكم ورحمة الله. الوقفة حضرها عدد من أبناء الجالية الفلسطينية بنواكشوط وممثلون عن الدبلوماسية الفلسطينية في البلد، عبروا عن فرحهم بتضامن الشعب الموريتاني وإحساسه بهموم إخوته الفلسطينيين. هذه الوقفة بتعبر عن تضامن الشعب الموريتاني مع الشعب الفلسطيني، لأنه إحنا كلنا شعب واحد، لأنه إحنا قضيتنا واحدة. هذه الانتفاضة وهي الهبة الشعبية اللي نالت إعجاب وتقدير ومحبة كل الأمة العربية ستنتصر إن شاء الله بدعمكم ودعم كل الأخوة العرب والمسلمين وأنصار الحرية والمساواة والعدالة. تأتي هذه الوقفة ضمن عدة وقفات يقوم بها أبناء الشعب الموريتاني تنديدا بما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضامنا مع شعبه في وقت يشهد فيه المسجد الأقصى المبارك اعتداءات متتالية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما خلف استشهاد ما يقارب 55 شهيدا، أكثر من 300 منهم من الأطفال منذ مطلع أكتوبر الجاري. أفرج بحرية مؤقتة في العاصمة نواكشوط عن 5 شباب كانوا قد احتجوا أمام وزارة الصحة فيما بات يعرف بقضية حمى الوادي المتصدع. الإفراج المؤقت تم بناء على طلب تقدم به المحامي إبراهيم واللبتي، ويأتي بعد احتجاجات متتالية أمام وزارة الصحة ينظمها زملاء هؤلاء المحتجين. قال رئيس رابطة التطور والتنوع الزراعي يحيى واللبيه إن قرار الحكومة الموريتانية بشأن محاصيل الأرز تسبب في العديد من المشاكل. نتابع.
انسحابات من الحملة الزراعية وتقليص المساحات المزروعة وحالة إرباك تسود فئات المزارعين الموريتانيين، ذلك ما يلفت إليه رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي يحيى والبيبة في مقال يكشف عن تأثير قرار الحكومة القاضي بالتخلي عن شراء محاصيل الأرز. قرار وصفه رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي بأنه كان بمثابة قنبلة على الساحة الزراعية، حيث جاء بعد شهرين من بدء الحملة الزراعية الحالية ليهدم ما تم تشييده على مدى سنوات من ثقة بين المزارعين والحكومة. المقال يتحدث عن أن المفاوضات التي أجرتها الحكومة مع النقابات الزراعية توصلت إلى أن تكلفة إنتاج هكتار من الأرز تصل إلى 450 ألف أوقية، ويصل متوسط إنتاج الهكتار إلى 5 أطنان، في وقت يصل سعر الأرز في السوق إلى 60 ألف أوقية فقط، أي بخسارة قدرها الثلث، وهو ما يعني أن خسارة تنتظر المزارعين وستفقدهم في حملة زراعية واحدة نسبة كبيرة من رأس المال، مقللا من أهمية زيادة الرسوم الجمركية على الأرز المستورد في الحيلولة ضد انهيار أسعار الأرز الخام بفعل ضعف الطاقة التصنيعية لمصانع التقشير في روسو. والبيبة توقع أن تهوي بشكل حاد محاصيل الأرز الموريتاني خلال المواسم القادمة بسبب القرار الحكومي الجديد، ليتحول القطاع الزراعي من قطاع جاذب تتباهى الحكومة برفع إنتاجه إلى قطاع طارد سيصبح محل حرج لها في المواسم المقبلة حسب تعبيره، متسائلا عن سر هذا القرار وهل يكمن في انقلاب الاستراتيجية الحكومية أم في خطأ كارثي في تقدير نتائج القرار، أم حظي الوزير الأول باستشارة كارثية لم تستطع وزارة الزراعة إقناعه بمخاطرها الكبيرة. رياضيا، يستعد منتخب المرابطون المحليون لخوض مباراة الإياب مساء اليوم بالملعب الأولمبي أمام نظيره المالي بعد أن خسر في مباراة الذهاب بهدفين لواحد. هذا وقد خاض المنتخب آخر تدريباته مساء أمس استعدادا للمباراة، وأكد بعض لاعبيه في تصريحات لقناة المرابطون استعدادهم لخوض اللقاء والفوز على المنتخب المالي من أجل التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2016 برواندا. نتابع تصريحات بعض لاعبي المنتخب مساء أمس. لقاء الصبح لقاء حاسم، ماشي دروي بعد ماشي زين، ان شاء الله تعالى جايبنا ان شاء الله تعالى للفوز وتأهل ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، نحن راعينا استعدوا دبي 3 أو 4 جور بوري ماتش قدامه ان شاء الله. معنويات مرتفعه عند اللاعبين، اللاعبين قدموا ان شاء الله كل ما لدينا للفوز في هذه المباراه. مصيري قطعا باسكو يدير الماتش 1-0 ولا 3 ان شاء الله يعطينا مولانا فوز، نقول بنكلفوا شو لشان. انا طالب مولي من الجماهير يجوا يساندوا الفريق. الماتش يمثل لك انت؟ مثل مباراة العمر قد نقول هي انا طبعا باسكو دايما كتبوا الناس كانوا شو لشان، انا كنا هون نتمنى وكنا نعود فهم ان شاء الله دون مثل ان شاء الله الصبح كل ما لدينا ان شاء الله كان نلعبوا لشان ان شاء الله. طال النبي الكريم لقاء ان شاء الله ولا راجع عندهم يعود لقاء تاهل ان شاء الله. معنا الشباب اللي يعود ان شاء الله جاهز كامل، معنا اللي يخلوا شي كان نفرحوا الشعب ان شاء الله. كلمه للجماهير جماهير كما عودونا وعودناهم بانتصارات هون، راجع عندهم يحضروا بكثافه وان شاء الله نعود الكره ان شاء الله. ان شاء الله. جاهز مدرك، كان الفريق جاهز كامل؟ الفريق كامل جاهز الحمد لله، والناس كامله جاهزه، كل حد متحمس لا اللي يلعب لا يعود ان شاء الله وجاهز. الجماهير لا طالبين يجوا يشجعونا دبي ماتش نيم في ماتش ان شاء الله. دلعدين دون نعدلوا الصبح ان شاء الله، لا بد ان نكلفوا معنا الصبح خارجنا لا نقلبوا ان شاء الله. معنا نبخلوا ان شاء الله نقلبوا لجماهيرنا ان شاء الله يستحقوها. ولا بد ان نقلبوا لهم ان شاء الله. شو مثل لك هذا الماتش؟ بس دي روايه كبيره اللي تعود مرتي الثانيه اللي نكاليفي للشان وما نبقيها تضيع لي هذه الفرصه ان شاء الله. ضنطوا اللي عندنا كامل ان شاء الله كان حقه ان شاء الله. طالبين جماعه موريتانيا جو يسوتنونا الصبح ان شاء الله، نختار لا القلب ان شاء الله، نختار لا نقيسوا الشهر ان شاء الله ربي. يا مولانا جو نعاونوا يعاونونا بور نكاليفوا ان شاء الله. شو تقول انت في الماتش بالنسبه لك؟ كم الماتش بالنسبه لك
شو يمثل لك الماتش؟ من اهميته؟ الماتش عندنا نحن مهم حتى عند موريتانيا كامل. وسا لا بالي دان ماتش كان باسكو ديزا ماتش نزوف تيري انا وببليك هنا ولي سان دوا با ات فاسيل دونك نختار لان اسمو نموتو عندنا كامل ان شاء الله ربي تمو لنا عونا نقلو ان شاء الله. التوفيق لمنتخب المرابطون في مباراته الحاسمة والمرتقبة هذا المساء أمام نظيره المالي. إلى العناوين: مطور جوجل يطلقون نسخة مهرجان 2015 بموريتانيا وسط حضور عدد من الفاعلين التقنيين بالبلد. انطلاق النسخة العاشرة من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير بمشاركة 60 فيلما بعضها يشارك من 8 دول. وفي الرياضة تابعتم منتخب المرابطون المحليون يواجه نظيره المالي في مباراة الإياب مساء اليوم بالملعب الأولمبي ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2016. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله. في أمان الله.